ما تلعبوش انتم اللعب نتاع لي لابوراتوار، ما تدخلوش في اللعب هذا. لازم تفهموا باللي فيه سياسه تاع البلاد. احنا وقفنا العام هذا والجزائر غلقت الباب لعدد من الادويه اللي لم يعد لها وجود في العالم وما عندهاش معنى باش تبقى تسوق في الجزائر، لانه اثبتت التجارب العلميه بانه ما عندهاش جدوى. هذه حاجه اولى. حاجه ثانيه، فيه ادويه تصنع في الجزائر، واش معناها نبقى دائما نحل الروبيني تاع الدوفيز ونمشي وخلاص. ثالث حاجه انه عندنا صناعه شابه، يعني هذا وين بدات، لابد من حمايتها حتى تقف. واول مره منذ 62 يكون عندنا دفتر شروط للصناعه الدوائيه المحليه. ربما هذا اللي قلق البعض.